بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هناخد في الفيديو ده الكميات القياسية والكميات المتجهة ونعرف الفرق ما بينهم، وبعد كده هناخد المسافة والإزاحة. في الأول الكميات القياسية والكميات المتجهة. خدنا في الفصل اللي فات في القياس الفيزيائي ان احنا عندنا نقدر نقسم الكميات الفيزيائية إلى نوعين، الكميات الفيزيائية، وقلنا إن إحنا عندنا كميات أساسية ودول 7 كميات، وكميات مشتقة كل الكميات اللي فاضلة، وكل الكميات المشتقة دي بتشتق من الكميات الأساسية. في الفيديو ده هنتعرف على تقسيمة تانية للكميات الفيزيائية. التقسيمة التانية دي ان الكميات الفيزيائية كميات صح كده، الفيزيائية بتتقسم لنوعين، كميات قياسية وكميات متجهة. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ايه الفرق ما بين الكميات القياسية والكميات المتجهة؟ الكمية القياسية بتعرف بمقدارها فقط، تعرف بمقدارها فقط، يعني مش محتاجة اتجاه. زي ايه؟ زي ما اقولك درجة الحرارة، درجة الحرارة مثلا تساوي 40 درجة سيليزيوس، مش محتاجة اتجاه، هي 40 درجة سيليزيوس. تاني حاجة لما اقولك المسافة مثلا او طول الحجرة، طول الحجرة بيساوي 2.5 متر، مش محتاج اتجاه، طول الحجرة، طول الحجرة ب2.5 متر. اقول لك ايه مثلا، كتلة مثلا القلم ده، كتلة القلم بيساوي 20 جرام، مش محتاج اتجاه. كل الحاجات دي كميات ايه؟ كميات قياسية. ليه؟ بتعرض بالمقدار فقط، بينما الكميات المتجهة محتاجة مقدار واتجاه. زي ايه؟ يبقى هنا تعرف بمقدارها واتجاهها معا، لازم الاتنين مع بعض. زي ايه؟ لما اقول لك ازاحة الجسم تساوي 20 متر، العشرين متر دي مش مجرد 20 متر، امال ايه؟ في هنا اشارة موجبة وبعد كده في مقدار. يعني لما اقول لك ازاحة الجسم بتساوي 20 متر، غير لما اقول لك ازاحة الجسم بيساوي -20 متر. مثال على كده، انت عندك جسم بدأ الحركة من النقطة دي، من نقطة ايه، ماشي كده، الازاحة بتاعته هي ايه؟ هي المسافة من هنا لهنا، هي اقصر مسافة، يعني هنا بيتحرك في خط مستقيم دي بي. لو احنا فرضنا الاتجاه ده هو الموجب، فانت عندك هنا الازاحة بكام؟ ب20 متر. طيب لو نفس الجسم ده كان يتحرك كده 20 متر، فالاتجاه ده السالب، وبالتالي لما يتحرك من الاي للبي قلنا ان الازاحة 20 متر، لما اتحرك من الاي للسي في عكس الاتجاه قلنا الازاحة -20 متر. رغم ان المقدار واحد 20، بس الاتجاه بتاعك مش واحد، وبالتالي هنا الازاحة كمية متجهة. ليه؟ لان لها مقدار واتجاه. طيب لو انت ما انتش فاهم دي، تعالى حاجة تانية. اتنين، القوة. لما اقول لك مثلا القوة 20 نيوتن، طيب 20 نيوتن بتأثر فين؟ الاتجاه بتاعها فين؟ يعني القلم ده محطوط هنا، بأثر عليه بنفس القوة كده، غير لما أثر عليه بنفس القوة كده. طيب تعالى حاجة تانية غير القلم عشان مش باين. الجمة دي لو انا بأثر عليها كده بنفس القوة، غير لما أثر عليها كده بنفس القوة. ليه؟ لما أثرت عليها كده بنفس القوة اتحركت في الاتجاه ده، لكن لما أثرت عليها في الاتجاه التاني بنفس القوة اتحركت في عكس الاتجاه، وبالتالي القوة هنا ليها مقدار واتجاه. الاتجاه بتاع القوة بيحدد لك اتجاه الحركة بتاعة الايه؟ الجمة. وبالتالي لما أثر بقوة كده، غير لما أثر بنفس القوة كده كمقدار، غير لما أثر بنفس المقدار كده، غير لما أثر بنفس المقدار كده، غير لما أثر بنفس المقدار كده. المقدار هو هو، بس الاتجاه بيختلف، وبالتالي اتجاه الحركة بيختلف، وبالتالي القوة
كمية متجهة لأنها بتحتاج مقدار واتجاه. طيب حاجة كمان، السرعة. السرعة كمية متجهة. ليه؟ جسم بيتحرك في الاتجاه ده غير جسم بيتحرك في الاتجاه ده غير جسم بيتحرك في الاتجاه ده. كل الجسم يعني هو بيتحرك في الاتجاه ده، وبالتالي المسافة المقطوعة تكون في الاتجاه ده. يعني مثلا لما أقول لك واحد مثلا بيسألك بيقول لك ما شفتش حد بيجري، قلت له واحد بيجري بسرعة، هيقول لك بسرعة فين؟ فأنهي اتجاه؟ يعني بيجري كده ولا بيجري كده ولا بيجري كده ولا بيجري كده؟ لازم تحدد له الاتجاه بتاع الحركة، وبالتالي هنا السرعة ليها إيه؟ ليها اتجاه. يبقى أنت هنا إزاحة، قوة، سرعة. إيه تاني من الكميات المتجهة؟ عندك مثلا العجلة. العجلة كمية إيه؟ كمية متجهة، بتحتاج برضو لمقدار واتجاه. يعني إيه بتحتاج برضو لمقدار واتجاه؟ يعني جسم بيتحرك، الجسم ده بيتحرك كده، لو العجلة بتاعته موجبة معناها إن إيه؟ معناها إن السرعة بتاعته بتزيد، الحاجات دي هتعرفها بعدين. لو الجسم ده بيتحرك كده والعجلة بتاعته موجبة معناها إن الجسم ده سرعته هتزيد باستمرار. طيب لو الجسم بيتحرك في نفس الاتجاه بس العجلة بتاعته سالبة معناها إن سرعة الجسم بتقل، هتفضل تقل لحد ما يقف وبعد كده يغير اتجاه الحركة، وبالتالي برضو العجلة كمية متجهة. يبقى احنا دلوقتي عايزين نفهم بس إن إيه؟ إن احنا عندنا الكميات الفيزيائية نقدر نقسمها لنوعين، كميات قياسية وكميات متجهة. الكميات القياسية مقدار بس، درجة الحرارة 40 درجة سيلسيوس مش محتاج اتجاه، طول الحجرة 2.5 متر مش محتاج، كتلة القلم 20 جرام مش محتاج. لكن الكميات المتجهة لازم مقدار واتجاه. إزاحة الجسم ب 20 متر كمقدار، طيب ال 20 متر دول الاتجاه بتاعهم فين؟ زي هنا يمين شمال فوق تحت، فين؟ لازم تقول لي الاتجاه بتاعك فين. القوة ب 20 نيوتن، طيب القوة دي ب 20 نيوتن بتأثر في أنهي اتجاه؟ السرعة بكذا، فين السرعة دي؟ الاتجاه بتاعها فين؟ العجلة كذلك، فين الاتجاه بتاعها؟ موجبة ولا سالبة؟ وبالتالي كل دول لهم إيه؟ ليهم مقدار واتجاه. طيب نيجي بقى قبل ما نروح للمسافة والإزاحة، تعال نشوف الكميات الفيزيائية الإيه؟ الأساسية اللي عندنا السبع كميات دول، نشوف كم كمية منهم قياسية وكم كمية متجهة، لأن السؤال عليهم بيجي في الامتحانات كتير. احنا عندنا سبع كميات أساسية، ايه هما؟ أول حاجة الطول، اتنين الكتلة، تلاتة الزمن، أربعة كمية المادة، خمسة درجة الحرارة، ستة شدة الإضاءة، سبعة شدة التيار. دول السبع كميات الأساسية اللي عندنا. كم كمية من دول قياسية؟ دول كلهم قياسية. قياسية الكتلة كمية قياسية، لما أقول لك هنا الكتلة زي ما قلت فوق 20 جرام مثلا، كمية قياسية مش محتاج اتجاه. الزمن لما أقول لك زمن الكون مثلا 13 مليار سنة، ما أنتش محتاج اتجاه، او عمر الكون يعني 13 مليار، او اقول لك انت عندك عمرك 20 سنه مش محتاج اتجاه. كميه الماده لما اقول لك مثلا ان الماده دول 20 مول، ما انتش محتاج اتجاه. درجه الحراره زي ما قلنا فوق 40 درجه سيلسيوس مش محتاج اتجاه. شده الاضاءه مثلا حاجه كانديلا مش محتاج برضو اتجاه. شده التيار اما اقول لك التيار كذا امبير برضو مش محتاج اتجاه. فانت عندك كل الكميات الفيزيائيه دي اللي هم الستة دول، الكميات الأساسية دي مالهمش اتجاه، يعني كميات قياسية. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون يا إما قياسية يا إما متجهة هي إيه؟ هي الطول. لو الطول بتاعك عبارة عن مسافة فده هيبقى كمية إيه؟ قياسية. لو الطول بتاعك عبارة عن إزاحة فهو كمية متجهة. طيب إيه الفرق ما بين الاتنين دول؟ يعني إيه برضو الحتة دي؟ يعني مثلا لو انت شخص بدأ الحركة من النقطة دي، ماشي كده راح للنقطة بي، بعد كده اتحرك كده راح للنقطة سي، المسافة بتاعته عبارة عن ايه؟ المسافة هي كل الايه؟ كل الطول اللي ايه؟ اللي قطعه، اللي هو من هنا لهنا زائد من هنا لهنا،
لو عملنا، لو قلنا ان ده خط مستقيم، يبقى انت عندك هنا المسافة المظلة بالرمز اس بتساوي اي بي اللي هو الطول ده زائد البي سي. بينما الازاحة، دي بتعتمد على نقطة البداية ونقطة النهاية والاتجاه بتاعها من البداية للنهاية كده، يبقى دي الازاحة، بنرمزها بالرمز دي، ودي كمية متجهة. هنعرف الرمز ده بيرمز لإيه بعد كده، بعدين يعني. وبالتالي أنت عندك هنا الإزاحة عبارة عن إيه؟ عبارة عن إي سي من الـ A للـ C. يبقى أنت هنا المسافة عبارة عن إيه؟ عبارة عن الطول ده زائد الطول ده، بينما الإزاحة بتعتمد على نقطة البداية ونقطة النهاية والاتجاه بتاعها من نقطة البداية لنقطة النهاية. وبالتالي الطول أو الكميات الأساسية في منهم حاجة ممكن تكون قياسية وممكن تكون متجهة، اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الطول، لو مسافة قياسية، لو إزاحة متجهة. إحنا كده خلاص، إحنا كده اتعرفنا على الفرق ما بين المسافة والإزاحة. المسافة عبارة عن إيه بقى؟ المسافة هي طول المسار، طول المسار من موضع لآخر، طول المسار اللي بيقطعه الجسم يعني من موضع لآخر أثناء الحركة. الجسم بتاعك بدأ من هنا، طول المسار من هنا لحد هنا اللي هو ده. بينما ودي طبعا إيه؟ كمية قياسية. وطبعا المسافة هنا يا إما هتكون بصفر، يا إما هتكون إيه؟ موجبة. المسافة أكبر دايما أكبر من الصفر، الرمز بتاعها بالرمز إس، ودي دايما أكبر من إيه؟ أكبر من أو يساوي صفر. لو الجسم ما اتحركش تبقى الإيه؟ تبقى المسافة بصفر. لو الجسم اتحرك هتبقى المسافة أكبر من الصفر. بينما الإزاحة، هي أقصر مسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية في مسار الجسم، زي هنا. وطبعا هي أقصر مسافة خلاها من، عشان تبقى من نقطة البداية لنقطة النهاية. يبقى الإزاحة هي أقصر مسافة من نقطة البداية لنقطة النهاية، نقطة البداية نقطة النهاية أقصر مسافة بينهم هتبقى عبارة عن إيه؟ خط مستقيم. يبقى دي أقصر مسافة عبارة عن خط مستقيم، الاتجاه بتاعها من نقطة البداية لنقطة النهاية، وبالتالي إحنا بنرمز لها بالرمز ده، شعاع كده من نقطة البداية لنقطة النهاية. طيب الإزاحة ممكن تكون سالبة أو موجبة أو بصفر. يبقى الإزاحة ممكن تكون سالبة موجبة صفر، بناء على إيه؟ بناء على الاتجاه بتاع الحركة. يعني لو أنت مثلا، تعالى ناخد هنا أحسن بالتفصيل، لو أنت عندك الجسم، عندنا بقى أربع حالات، يعني الحالات بتاعتنا حالات المسافة والإزاحة. لو أنت عندك الجسم بادئ من نقطة A وبتحرك في خط مستقيم، يبقى هنا واحد حركة في خط مستقيم، بيتحرك في خط مستقيم من الـ A للـ B. فأنت عندك هنا المسافة عبارة عن إيه؟ المسافة هي من الـ A للـ B، يبقى هنا الـ S بتساوي المسافة من الـ A للـ B. والإزاحة عبارة عن إيه؟ الإزاحة عبارة عن الطول ده اللي هو من الـ A للـ B برضه، يبقى دي عبارة عن إيه؟ يبقى إحنا دلوقتي دي الإزاحة ودي المسافة. طبعا في حالة الحركة في خط مستقيم إحنا بنقول إن الإزاحة هي أقصر مسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية. طبعا أقصر مسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية بتكون خط مستقيم، وبالتالي في الحالة دي، في حالة إن الجسم بتاعك بيتحرك في خط مستقيم، فالمسافة بتساوي مقدار الإزاحة. هنفهم برضو دول معناهم ايه؟ دول معناهم مقياس، او هنا معناها المقدار، يعني مقدار الإزاحة. يبقى دي اول حاجة، حركة في خط مستقيم. اتنين، حركة ليست في خط مستقيم. لو الحركة بقى مش في خط مستقيم، يعني ايه مش في خط مستقيم؟ يعني ادي نقطة البداية ايه، وادي نقطة النهاية بي. الجسم اتحرك في مسار كده او في مسار كده او في مسار كده، المهم ان هو اتحرك من الـ A للـ B. فانت عندك هنا المسافة على حسب بقى المسار اللي هو اتحركه،
هتساوي طول المسار ده او طول المسار ده او طول المسار ده، يبقى دي المسافة. بينما الإزاحة، الإزاحة هتفضل أقصر مسافة ما بين النقطتين، اللي هي عبارة عن خط مستقيم من الـ A للـ B. وبالتالي أنت عندك هنا الـ D عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ AB، قطعة مستقيمة AB، والاتجاه بتاعها من الـ A للـ B. وبالتالي أنت عندك هنا دي الـ A، دي عبارة عن الإزاحة. طبعًا هنا هتلاحظ هنا إيه؟ لما تكون زي ما قلنا هنا، لما تكون الحركة في خط مستقيم المسافة بتساوي الإزاحة، الاتنين متساويين. هنا لما تكون الحركة مش في خط مستقيم المسافة بتكون أكبر من الإيه؟ أكبر من الإزاحة. طيب تالت حاجة، حركة برضو في خط مستقيم بس الجسم طلع من الإيه؟ راح للبي، وبعد كده بعد ما راح للبي راح جاي راجع تاني، راح للسي. هنا المسافة عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاي بي اللي هو الطول من هنا لهنا زائد الطول من هنا لهنا، اللي هو طول المسار الكلي من نقطة البداية لنقطة النهاية. وبالتالي عندك هنا اي بي زائد بي سي. بينما الازاحة عبارة عن ايه؟ الازاحة من نقطة البداية لنقطة النهاية. لاحظ ان النقطة دي هي النقطة دي هنا، بس انا عملتها تحت كده باين لك يعني هو اتحرك كده وبعد كده رجع كده للنقطة دي. فانت عندك هنا الازاحة عبارة عن ايه؟ عبارة عن من موضع البداية لموضع النهاية اللي هو سي، خط مستقيم من البداية للنهاية. وبالتالي انت عندك هنا الدي عبارة عن ايه؟ عبارة عن من هنا لحد هنا اللي هو اي سي. والاي سي ده عبارة عن ايه؟ الاي سي ده اللي هو من هنا لهنا عبارة عن ده كله اللي هو اي بي ناقص من البي للسي. رابع حاجة، لو انت عندك خط مستقيم برضو، ادي الاي وادي البي، اتحرك من الاي للبي وبعد كده رجع من البي للاي، رجع تاني نقطة البداية. عندك هنا المسافة هتبقى عبارة عن ايه؟ من الاي للبي زائد من البي للاي اللي هي 2 اي بي. بينما الازاحة رجع لنفس نقطة البداية، وبالتالي الازاحة تبقى ايه؟ بزيرو. طيب الحاجة الخامسة، انت فاهم ايه اللي بيحصل؟ هو اتحرك من الاي للبي وبعد كده من البي للاي، رجع لنفس نقطة البداية. احنا بنقول ان الازاحة عبارة عن ايه؟ اقصر مسافة من نقطة البداية لنقطة النهاية، نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية، وبالتالي مفيش ازاحة. الحالة خمسة، ادي الاي وادي البي، اتحرك من الاي للبي بعد كده اتحرك من البي للسي. فانت عندك هنا المسافة عبارة عن ايه؟ عبارة عن من الاي للبي زائد من البي للاي زائد من الاي للسي. يبقى انت هنا من الاي للبي زائد من البي للاي اللي هي كمان من الاي للبي، يبقى هتضرب ده في 2 زائد من الاي للسي. بينما الازاحه هتبقى عباره عن ايه؟ الازاحه هتبقى الطول ده اللي هو من الاي للسي، يبقى الطول ده بس. هنا هنحط ايه بقى؟ هنحط سالب، يبقى سالب اي سي. السالب دي معناها ايه؟ معناها ان الاتجاه بتاعك عكس الاتجاه الموجب. الاتجاه الموجب احنا بناخده يعني متعودين ان احنا ناخد الاتجاه الموجب هو الاتجاه بدايه الحركه. الجسم ده بدا الحركه في الاتجاه ده، فاحنا بناخد الاتجاه ده هو الموجب. وبالتالي الازاحه في الاتجاه ده تبقى بالموجب، الازاحه في الاتجاه ده تبقى بالسالب. وبالتالي انت عندك هنا من الاي للسي هتبقى بالسالب. لاحظ هنا ان احنا في الحالات بتاعتنا في الخمس حالات دول، اول حاجة لو انت عندك الجسم بيتحرك في خط مستقيم وما بيرجعش، يعني دايما مستمر في الحركة في نفس الاتجاه، يبقى الجسم هنا بيتحرك في خط مستقيم في نفس الاتجاه، فمقدار الازاحة، مقدار الازاحة بيساوي مقدار الايه؟ او بيساوي المسافة. كده كده المسافة كمية قياسية. يبقى تاني، لو الجسم بيتحرك في خط مستقيم في نفس الاتجاه، فانت عندك المسافة بتساوي مقدار الازاحة.
لو الجسم بيتحرك في مسار غير مستقيم، فانت عندك هنا المسافة بتكون اكبر من الازاحة. لو الجسم هنا بيتحرك في خط مستقيم بس في اتجاه، يعني غير الاتجاه بتاع الحركة، فالمسافة اكبر من الازاحة. لو الجسم رجع لنقطة الاصل فالمسافة بتبقى ايه؟ اكبر من الازاحة. لو الجسم اتحرك في اتجاهين متوضين على جانبي نقطة البداية، فانت عندك هنا الازاحة بقت بالايه؟ بقت بالسالب. في كل الاحوال دي هنلاقي ان انت عندك الازاحة ممكن تكون موجبة زي الحالة دي والحالة دي والحالة دي، وممكن تكون بصفر زي الحالة دي، وممكن تكون سالبة زي الحالة دي. وفي كل الأحوال مقدار الإزاحة بيكون أقل من أو يساوي المسافة. يبقى هنا مقدار الإزاحة أقل من أو يساوي المسافة. دايما مقدار الإزاحة بيكون أقل من المسافة إلا في حالة واحدة بس. يساوي دي بتحصل إمتى؟ بتحصل في الوضع ده لما الجسم بيتحرك في خط مستقيم في نفس الاتجاه، فانت عندك المسافة اللي بيقطعها بتساوي الايه؟ مقدار الازاحة. الجسم اتحرك في اي مسار تاني، او في اي حالة تانية، فبتكون مقدار الازاحة اقل من الايه؟ من المسافة. يبقى تاني كده استحالة، يبقى هنا استحالة الازاحة او مقدار الازاحة يكون اكبر من المسافة. استحالة مقدار الإزاحة يكون أكبر من المسافة. حالة واحدة بس إن المسافة بتساوي مقدار الإزاحة لما الجسم بيتحرك في خط مستقيم في نفس الاتجاه. أي حالة تانية مقدار المسافة بيكون أو المسافة بتكون أكبر من مقدار الإزاحة. نكمل بقى في الحالات بتاعتنا. لو أنت عندك الجسم بدأ من عند نقطة A راح ل B، بعد كده من ال B راح ل C، والزاوية دي بتسعين درجة. فأنت عندك دلوقتي إيه؟ المسافة بتاعتك هتبقى إيه؟ المسافة من ال A لل B زائد من ال B لل C. بينما الإزاحة هتبقى إيه؟ تبقى من هنا لهنا زائد من هنا لهنا. ده سوري، الإزاحة هتبقى إيه؟ هتبقى من هنا نقطة البداية نقطة النهاية اللي هو ده. طيب أجيب الطول ده إزاي؟ الزاوية دي بتسعين درجة صح؟ وبالتالي ده من فيثاغورس، ده الوتر. الوتر ده بيساوي إيه؟ الوتر بيساوي طبعا المقدار بتاعها، الوتر بيساوي إيه؟ بيساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعي اللي هما ضلعي القايمة. يبقى انت عندك كده من ال ال بي تربيع زائد من البي لل سي تربيع. الحالة اللي بعد كده ودي هتبقى صعبة شوية، ناخدها بالمرة. لو انت عندك بقى هنا ايه؟ ادي الاي وادي البي وادي السي، والزاوية دي ألفا. فأنت عندك هنا المسافة برضو من الـ A للـ B زائد من الـ B للـ C. بينما الإزاحة تبقى من هنا لحد هنا. فتجيب دي إزاي؟ بص، هنجيب دي بس مش دلوقت، خليها بقى إيه لما ناخد، يعني دي حالة برضو، والحالة اللي بعد كده هتبقى دي برضو. ادي A B C، دي برضو هتبقى الايه؟ دي عبارة عن الازاحة برضو. الحالتين دول هنسيبهم دلوقتي لحد ما ناخد ايه؟ المتجهات، تبقى احسن في المتجهات. وانت هنا هتعمل ايه؟ هتحلل ده هنا وهنا، وبعد كده هتجيب ايه؟ هتقدر تجيب ده وكذلك هنا، بس خليها لما ناخد المتجهات. يبقى دول الحالتين اللي احنا سيبناهم دلوقتي. طيب نكمل برضو في الحالات. معانا دلوقتي الايه؟ الدايره. لو انت عندك دايره مسار دائري، يعني
الجسم بيتحرك على مسار دائري. لو الجسم بدأ الحركة من نقطة A وتحرك للنقطة B نصف إيه؟ ربع إيه؟ ربع دورة. من هنا لهنا تحرك ربع دورة، فالمسافة هي من هنا لهنا، المسافة هو طول المسار ده. طب طول المسار ده بيساوي إيه؟ إحنا بنقول اتحرك ربع دورة، وبالتالي طول المسار بتاعك هيبقى ربع محيط الدايرة. محيط الدايرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 باي آر، وبالتالي ربع دورة يعني المسافة بتاعتك ربع محيط الدايرة اللي هي عبارة عن إيه؟ باي آر على الاتنين. طيب بينما الإزاحة، الإزاحة عبارة عن إيه؟ مقدار الإزاحة، الإزاحة هتبقى من هنا لهنا، ده الاتجاه بتاعك، والمقدار بتاعك هيبقى الطول ده. طيب الزاوية دي بتسعين درجة صح؟ وبالتالي نقدر نجيب إيه؟ نقدر نجيب مقدار الإزاحة. أنت عندك ده نصف القطر وده نصف القطر، وبالتالي من فيثاغورس هيبقى الطول ده عبارة عن إيه؟ هيبقى آر تربيع زائد آر تربيع اللي هو جذر 2 آر. جبتها إزاي؟ هتاخد هنا إيه؟ آر تربيع زائد آر تربيع ب 2 آر تربيع. جذر الاتنين طلعت بره وجذر الآر تربيع هتبقى آر، وبالتالي جذر 2 آر. طيب ده ربع دورة، نصف دورة، نصف دورة تعالى اعملها هنا، من هنا لحد هنا، من هنا لحد هنا، هو طبعا ماشي كده بيتحرك على محيط الدايره من هنا لهنا. طبعا المسافه بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن نصف محيط الدايره، نصف محيط الدايره اللي هو 2 باي ار اللي هي باي ار. بينما الازاحه كمقدار بتساوي ايه؟ الازاحه من هنا لهنا، دي نقطه البدايه ودي نقطه النهايه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 في نصف القطر من هنا لهنا على طول. نيجي بعد كده لو الجسم بتاعك اتحرك 3 ارباع دورة، لو الجسم اتحرك 3 ارباع دورة يعني من هنا ماشي كده كده لحد ما جه هنا، فانت عندك المسافة هتبقى عبارة عن ايه؟ المسافة هتبقى ده زائد ده زائد ده اللي هي 3 على 4 من محيط الدائرة في 2 باي ار، على 2 فاعل 1 على 2 فاعل 2 اللي هي عباره عن 1.5 باي ار. بينما الازاحه بتاعتك، الازاحه من هنا لهنا اللي هي الطول ده، طبعا الاتجاه بتاعك هيبقى من ال ال دي، والمقدار بتاعك لاحظ ان الزاويه دي ب 90 درجه، وبالتالي هتجيبها برده من فيثاغورس، هيطلع معاك ايه؟ جذر التربيع الار تربيع زائد ار تربيع، هيطلع معاك نفس الايه؟ نفس المقدار، وبالتالي هنا الازاحه كمقدار بتساوي ايه؟ بتساوي جذر الار، جذر 2 ار. بينما اتجاه، لاحظ هنا ان الاتجاه مختلف، يبقى هنا الاتجاه هنا بيختلف عن الاتجاه هنا. ليه؟ الاتجاه هنا كان من ايه للبي، والاتجاه هنا من الايه للدي. وبالتالي هنلاحظ ملاحظه مهمه، ايه هي؟ المسافه او خلاها نكتبها ازاي؟ عندما يتحرك الجسم على محيط دائرة ربع دورة، ربع دورة على محيط دائرة، مقدار الإزاحة بقى، مقدار الإزاحة بيساوي إيه؟ بيساوي مقدار الإزاحة برضو، مقدار الإزاحة عندما يتحرك الجسم تلات أرباع دورة على المسار الإيه؟ بتاع الدائرة. يبقى انت هنا المقدار بتاع الازاحه خلال ربع دوره بيساوي مقدار الازاحه خلال ثلاث ارباع دوره، لكن الازاحه خلال ربع دوره لا تساوي الازاحه خلال ثلاث ارباع دوره. ليه؟ لان الازاحه خلال ربع دوره المقدار بتاعها ده بس الاتجاه بتاعها كده، لكن خلال ثلاث ارباع دوره المقدار بتاعها متساوي بس الاتجاه بتاعها كده، وبالتالي الاتجاه مختلف، وبالتالي الإزاحة مختلفة لكن مقدار الإزاحة متساوي. طيب نيجي بعد كده دورة كاملة بقى، دورة كاملة، دورة كاملة يعني الجسم بدأ من الـ A لف دورة كاملة ورجع للـ A، وبالتالي المسافة بتاعتك هتبقى محيط الدايرة اللي هي 2 باي R. طب والإزاحة؟
الإزاحة بتاعتك الجسم بدأ من الإيه ورجع للإيه تاني، نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية، الإزاحة بصفر. آخر حتة خلي بالك منها برضو، لو قلت لك مثلا واحد وربع دورة، واحد وربع دورة يعني الجسم بدأ من الإيه لف كده وعمل دورة كاملة ورجع للإيه كده دورة كاملة، بعد كده عمل ربع دورة كمان، كده مقدار الإزاحة بتساوي إيه؟ أو المسافة الأول، المسافة بتساوي إيه؟ بتساوي واحد وربع اللي هو واحد زائد ربع، واحد وربع في محيط الدائرة، بينما مقدار الإزاحة هيساوي إيه؟ هيساوي من هنا لهنا، دي نقطة البداية لف ورجع لهنا، وبالتالي من البداية للنهاية هيديك إيه؟ هيديك جذر 2 آر، اللي هي آر تربيع، جذر التربيع الآر تربيع زائد الآر تربيع. يبقى إحنا هنا نستنتج حاجة، واحد وربع دورة، واحد وربع دورة في المسافة، طبعا المسافة على طول بتضرب ايه؟ بتضرب عدد الدورات في محيط الايه؟ الدايرة. يبقى هنا تعال نكتب القانون ده، المسافة بتساوي عدد الدورات في محيط الدائرة، بينما الإزاحة، الإزاحة خلال ربع دورة بتساوي خلال واحد وربع دورة، واحد وربع دورة خلال تساوي خلال 3 على 4 دورة. وبالتالي احنا ممكن نستنتج قانون كده اللي هو ايه؟ اللي هو ربع دورة ده كمقدار، مقدار الإزاحة اللي هو الدي، مقدار الإزاحة اللي هو الدي خلال بيساوي خلال ربع دورة. هنكتب القانون ده ازاي؟ انا عاوز اكتب القانون ده. المهم مقدار الازاحة لما تكون ربع دورة، ربع موجب او سالب ان على الاتنين بيساوي ده دي بيساوي الدي خلال ايه؟ خلال ربع دورة. فاهم القانون ده معناه ايه؟ مقدار الازاحة خلال ربع دورة بيساوي مقدار الازاحة خلال ربع موجب او سالب ان على الاتنين دورة. يعني مثلا لو الان ده بواحد والان ده رقم صحيح، رقم صحيح موجب بيتراوح من الصفر وطالع، يعني هنا مقدار الازاحة خلال ربع لو الان بصفر، مقدار الازاحة خلال ربع بيساوي مقدار الازاحة خلال ربع، لو الان ده بواحد هيبقى مقدار الازاحة خلال ربع ونص، يبقى اللي هي تلات ارباع دورة بيساوي مقدار الازاحة خلال ايه؟ خلال ربع دورة. لو الان ده باتنين هيبقى مقدار الازاحة خلال واحد وربع دورة بيساوي مقدار الازاحة خلال ربع دورة، وهكذا. فهمت الفكرة؟ بس كده. طيب حاجة تانية، مقدار الازاحة بقى خلال نص دورة بيساوي ايه؟ بيساوي مقدار الازاحة خلال نص زائد ان، حيث الان ده عدد صحيح، يعني مقدار الازاحة خلال نص دورة بيساوي مقدار الازاحة خلال واحد ونص، اتنين ونص دورة، الى اخره. خلال نص دورة هلف دورة كمان يبقى واحد ونص، دورة كمان اتنين ونص، وهكذا. فاهم القوانين اللي انا جبتها دي؟ اعتقد انت فاهم يعني. معلش السالب دي ممكن تشيلها عادي، يعني السالب دي معناها ان هو عكس الاتجاه بتاع اللف، انت فاهم؟ يعني هو كان هنا، لو دي لو هنا خدناها موجب ولان هنا عدد صحيح موجب زي ما قلت لك، فانت عندك بيلف كده، فلو عكس، لو هنا في سالب فعكس الاتجاه، مش هتفرق يعني كتير موجب او سالب او موجب، بس عشان بس الناس ممكن تتلخبط، انا هنا ليه عاملها موجب وهنا موجب او سالب وهنا عاملها موجب بس، ينفع موجب او سالب او ينفع موجب بس، وتبقى انت عارف ان هو لو عكس هيبقى الايه؟ هيبقى الاتجاه عكسي بس، فينفع هنا موجب او سالب او موجب. المهم زي ما احنا حلينا في المثال الاخير اللي هو اخر مثال اللي هو بتاع الدائرة ده، ووضحنا الفكرة عامة، يعني قلنا 76% دورة، الستة دي معناها ان الازاحة بصفر، 75% ان هي تلات ارباع دورة، فالتلات ارباع دورة الازاحة فيها زي ربع دورة، وهكذا. فانت القانون اللي انا جبته ده
عاوز يعني تعمل بيه وتشتغل بيه اوكي، مش عايز تشتغل بيه مفيش مشكلة. موجب او سالب تنفع، موجب بس تنفع، خليها موجب بس عشان ما تلخبطكش يعني. بس بس تعالى بقى ناخد ايه، انا عارف ان الدرس طول شوية، تعالى ناخد مسائل. اول مثال معانا ماشي، تعالى نعمل هنا: تحركت طائرة 40 كيلومتر شرقا ثم 30 كيلومتر غربا وبعد كده شمالا. يعني هي تحركت كده، وده كده سؤال. نفس السؤال غيرت، بدل ما هي غربا بقت شمالا، نفس السؤال خليتها جنوبا. احسب المسافة والإزاحة في كل حالة. ناخد أول حالة، تحركت 40 كيلومتر شرقا، آدي من هنا تحركت 40 كيلومتر، بعد كده ثم 30 كيلومتر غربا، بعد كده جت هنا وراحت جاية 30 كيلومتر غربا. عايزين المسافة، المسافة هنا هتبقى ايه؟ 40 زائد 30 اللي هو 70 كيلومتر. بعد كده عايزين الإزاحة، الإزاحة تبقى ايه؟ 40 وبعد كده 30. دي نقطة البداية ودي نقطة النهاية، وبالتالي الإزاحة ما بين البداية والنهاية أقصر مسافة، اللي هي كام بقى؟ اللي هي تبقى 40 ناقص ال 40 دي كلها ناقص ال 30 دي، هيديك ايه؟ هيديك 10 كيلومتر كمقدار. احنا عايزين المقدار، الاتجاه بتاعها طبعا من هنا لهنا. طيب بعد كده ناخد الجزء الثاني اللي هو شمالا، يبقى ده زي ما هو، ادي 40 كيلومتر شرقا ثم 30 كيلومتر شمالا. طيب المسافة هتتغير؟ مش هتتغير، 40 و30 ب70، اللي هيتغير الإزاحة، الإزاحة بتاعتك هتبقى من هنا لهنا، دي الإزاحة طبعا، دي 90 درجة شرقا شمالا بينهم 90 درجة، وبالتالي مقدار الإزاحة هنا هيبقى بكام؟ من فيثاغورس 30 تربيع زائد 40 تربيع هيساوي 50 كيلومتر. بعد كده نفس الحاجة شرقا وبعد كده جنوبا 30 كيلومتر، وبالتالي الإزاحة بتاعتك هتبقى دي، المسافة هي هي 40 و30 ب70، بينما الإزاحة هنا تبقى برضو ده، الزاوية دي ب90 درجة، 30 و40 هيطلع لك إيه؟ 50 كيلومتر. لاحظ هنا إن الإزاحة هنا مختلفة عن الإزاحة هنا، الإزاحة هنا الاتجاه بتاعها من هنا لهنا، بينما من هنا، بينما في الحالة التانية اللي هي جنوبا من هنا لهنا، وبالتالي في اختلاف ما بين الإيه؟ ما بين مقدار الإزاحة في الحالتين. طيب طبعا احنا برضو بعد كده هنتعلم ازاي نجيب ايه الاتجاهات بتاعتك، بس لما ناخد المتجهات يعني، احنا هنا بنجيب بس ايه كمقدار يعني. الدرس الجاي هناخد الحاجات دي. طيب نفس السؤال ده، تحركت الطائرة 40 كيلومتر شرقا ثم 30 كيلومتر شمالا ثم 120 كيلومتر لأعلى. يبقى دلوقتي اللي حصل، تعالى نعملها هنا، من هنا لهنا 40 كيلومتر، بعد كده اتحركت لأعلى 30 كيلومتر شمالا يعني شرقا شمالا، بعد كده الأعلى بقى راح جاي من هنا وطلع لفوق. طب أعمل دي إزاي؟ عشان تفهمها ركز كده معايا. مش عارف هيطلع ولا مش هيجي هنا. بص ده كده ده كده بعد كده ده كده. فانت عندك دلوقتي، انت دلوقتي عايز تجيب المسافة، المسافة تبقى ايه؟ ده زائد ده زائد ده اللي هو بكام بقى؟
يبقى الاس هنا بيساوي 40 زائد 30 زائد 120، هيطلع معاك 190 كيلومتر. 70 و120 ده زائد ده زائد ده. بينما الازاحة تبقى هجيبها ازاي؟ هتجيب الاول الطول ده، الازاحة دي، الازاحة من هنا لهنا، وتجمع عليها الازاحة من هنا لهنا. طيب طبعا الجمع هنا جمع اتجاهي مش جمع جبري. المهم انت دلوقتي اتحركت من هنا لهنا، دي الازاحة بتاعتك، وبعد كده طلعت كده، وبالتالي الازاحة الكلية تبقى منين لفين؟ من هنا لحد هنا اللي هو الطول ده. طب الطول ده بيساوي ايه؟ لاحظ هنا ان انت لما تتحرك كده وبعد كده تتحرك لاعلى، فانت اتجاه الحركه ده عمود على اتجاه الحركه ده، يعني الزاويه ما بين ده وده ب 90 درجه، يبقى انت هنا عندك زاويه ب 90 درجه. وبالتالي لما تيجي ترسم ده هتلاقيه عباره عن ايه؟ تعال نعيد رسمه هنا، نرسمه هنا. ده اللي هو الطول ده، ده بكام؟ هنقدر نجيبه ده ب 40 وده ب 30، يبقى ده ب 50 من فيثاغورس. بعد كده الزاويه ما بين ده اللي هو ده وما بين ده اللي هو 120 بكام؟ ب 90 درجه. والازاحه هي البعد ما بين هنا وهنا اللي هو ما بين النقطه دي والنقطه دي. وبالتالي ده هيبقى بكام؟ هنجيبها برضو الاس بتساوي الجذر التربيعي ل 50 تربيع زائد 120 تربيع، هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك 130 كيلومتر. طبعا كنا ممكن نجيبها في خطوة واحدة. الخطوة دي كانت بتبقى عبارة عن ايه؟ الطول من هنا لهنا على طول هيساوي الجذر التربيع ده تربيع زائد ده تربيع زائد ده تربيع. طبعا ده لو انت عايز تفهمها كويس، بص للركن بتاع الحجرة. الركن بتاع الحجرة انت بتتحرك في اتجاه معين، يعني انت مثلا هنا في الحجرة بتتحرك كده، وبعد كده بتتحرك مثلا كده، وبعد كده بتطلع لفوق كأنك بتطلع لفوق كده. اتمنى انت تكون فهمتها. تاني كده كده كده، او ناخد مثال عشان تفهمها. المشكلة في الرسومات بس. ده عبارة عن ايه؟ مكعب او متوازي مستطيلات. طيب انت دلوقتي لو انت اتحركت من هنا لهنا وبعد كده من هنا لهنا وبعد كده من هنا لهنا، يبقى تاني كده اتحركت من هنا لهنا وبعد كده من هنا لهنا وبعد كده من هنا لهنا، يبقى انت هنا كنت متحرك غرب، بعد كده في الاتجاه ده اللي هو ايه؟ اللي هو الشمال، بعد كده في الاتجاه ده اللي هو الاعلى. طبعا لو انت فاكر من الهندسة، الطول ده عبارة عن ايه؟ الشكل ده عبارة عن يا اما مستطيل، على حسب بقى لو الاطوال متساوية، يعني يا اما مستطيل يا اما مربع. فانت هنا الزاويه دي بكام؟ ب 90 درجه، والزاويه دي ب 90 درجه برضو. وبالتالي انت عندك عشان تجيب الطول ده هيبقى انت عندك ايه؟ الطول ده عباره عن ايه؟ الطول من هنا لهنا ده تربيع زائد ده تربيع تحت الجذر، هتجيب الطول ده. بعد كده الزاويه ما بين ده وما بين ده ب 90 درجه. وبالتالي لما تيجي تجيب الطول ده اللي هو من هنا لحد هنا، هتعمل ايه؟ هتستخدم فيثاغورس. لاحظ ان ده على الارض، ده على الارض اهو، وده بعد كده بتطلع لفوق، يعني الزاويه دي ب 90. انا مش عارف انت مستوعب الفكره ولا لا، كأن الركن بتاع الاوضه. وبالتالي انت عندك الطول ده عمود على الطول ده، وبالتالي ده مثلث قائم الزاويه، ده تربيع زائد ده تربيع تحت الجذر هيديك الطول ده اللي احنا عملناه بالظبط. انت فاهم الشكل ده؟ اعتقد انت فاهمه، يعني الشكل اللي انت تحت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مربع او مستطيل، على حسب هو متوازي المستطيلات ولا مكعب. بس
السؤال اللي بعد كده معانا مستطيل طوله او مستطيل اي بي سي دي طوله 120 متر وعرضه 50 متر، احسب المسافة ومقدار الإزاحة عندما يتحرك جسم على أو من جسم من الـ A للـ B ثم من الـ A للـ C مرورا بالـ B من الـ A للـ D مرورا بالـ B والـ C من الـ A يرجع للـ A تاني مرورا بالـ B والـ C والـ D. طيب طبعا هو هنا محددلكش يعني الايه ده انه حرف، بس كده كده هو جايب لك الايه الاربع حالات. تعال نرسم المثلث المستطيل ده ب 120 متر وده ب 50 متر. مثلا هنبدا من هنا، ادي اي بي سي دي. اول حاجه لما يتحرك من الايه للبي، يبقى هنا من الايه للبي المسافه عباره عن ايه؟ طبعا ده عبارة عن خط مستقيم، المسافة هتساوي مقدار الإزاحة اللي هي بتساوي كام بقى؟ على طول 120 متر. بعد كده من الـ A للـ C مرورا بالـ B، يبقى من الـ A B C، وبالتالي هيبقى ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن الإزاحة. المسافة بتاعتك عبارة عن إيه؟ المسافة ده زائد ده 120 زائد 50 بيساوي 170 متر، بينما الإزاحة مقدار الإزاحة يبقى إيه؟ طبعا ده مستطيل، يبقى ده قائم الزاوية، وبالتالي هيبقى الجذر التربيعي 120 تربيع زائد 50 تربيع اللي هي 130 متر. بعد كده اي بي سي دي، اي بي بي سي سي دي يعني راح للدي مرورا بدول. المسافة هتبقى عبارة عن ايه؟ ده زائد ده زائد ده اللي هو 120 في 2 اللي هي 240 زائد 50 يساوي 290 متر. بينما الإزاحة، الإزاحة بتاعتك نقطة البداية نقطة النهاية البعد ما بينهم اللي هو ده اللي هو 50 متر. اخر حاجة من الـ A للـ A يعني بس مرورا بالـ B والـ C والـ D، يعني ماشي كده 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 رجع تاني للـ A. طبعا دي سهلة، المسافة هنا هتساوي كام؟ تساوي ده زائد ده زائد ده زائد ده اللي هو المحيط بتاعك اللي هو 2 في الطول زائد العرض 120 زائد 50 هيساوي 340 متر. بينما الإزاحة كمقدار هتساوي ايه؟ هتساوي 0، رجع لنفس نقطة الـ A البداية. اخر سؤال معانا، احنا طولنا قوي في الفيديو ده. دائرة نصف قطرها 3 متر، دائرة نصف قطرها 3 متر، احسب المسافة والإزاحة عندما يتحرك جسم على محيطها واحد ربع دورة، اتنين نصف دورة، تلاتة تلاتة على الأربعة دورة، أربعة دورة كاملة، خمسة ستة وخمسة وسبعين من مية دورة، سبعة دي خمسة دي ستة، ستة ونص دورة. عاوزين نحل دي نعمل ايه؟ ادي الدائرة، ادي المركز بتاعها، نصف القطر بكام؟ 3 متر. ايه ده وقعت؟ نصف القطر بايه؟ 3 متر. عندك هنا عايزين المسافة والإزاحة ربع دورة، ربع دورة يعني اتحرك من النقطة دي هيجي من النقطة دي مثلا اللي هي البي، والزاوية دي 90 درجة.
طبعا على طول عارفين المسافة بتساوي ايه، ربع محيط الدايرة، اللي هو ربع في محيط الدايرة اللي هي 2 باي في الار اللي هي 3، على 2 فيها الواحد على 2 فيها الاتنين، هيطلع معاك ايه؟ 3 على 2 اللي هي 1.5 باي، 1.5 باي متر. بعملها بقى حاسبة بقى. بينما مقدار الإزاحة هيبقى ايه؟ مقدار الإزاحة هيبقى ده، اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو عبارة عن من فيثاغورس الجذر التربيعي، نصف القطر تربيع زائد نصف القطر تربيع، 3 تربيع زائد 3 تربيع، هيطلع معاك 3 جذر 2 متر. بعد كده نصف دورة، يبقى ده ربع، خلال نصف دورة يعني اتحرك من هنا جه هنا، فانت عندك هنا المسافة تبقى ايه؟ نصف محيط الدائرة، نصف في طبعا نصف محيط الدائرة اللي هي 2 في ايه؟ في ربع محيط الدائرة، يعني انت ممكن تضرب ده على طول في 2، او ربع في 2 باي في 3، 2 هتروح مع الاتنين هيطلع لك 3 باي اللي هي ضعف ده. بعد كده الإزاحة بتاعتك هتبقى عبارة عن ايه؟ الإزاحة تبقى من هنا لهنا اللي هي 2 في نصف القطر، 2 ار اللي هي 2 في 3 بيساوي 6 متر. بعد كده 3 على 4 دورة، 3 على 4 دورة، اتحرك من هنا جه هنا، الزاوية دي بتسعين درجة، دي نقطة دي. الإس بتساوي ايه؟ ده زائد ده زائد ده اللي هي 3/4 دورة، 3/4 في 2 باي في نصف القطر اللي هو 3، على 2 فيها الواحد على 2 فيها الاتنين، عندك 3 في 3 بتسعة، 9 على 2 اللي هي 4.5 باي اللي هي 3 في ده. بعد كده الإزاحة كمقدار، طبعا احنا عارفين خلاص قلنا إن مقدار الإزاحة خلال ربع دورة بيساوي مقدار الإزاحة خلال 3/4 دورة، اللي بيختلف هو الاتجاه بتاعك، وبالتالي ده على طول بكام؟ ب3 جذر 2 متر. نيجي بعد كده دورة كاملة، خلال دورة كاملة اتحرك من الإيه ورجع تاني للإيه، فأنت عندك هنا الإس هتساوي إيه؟ هتساوي محيط الدايرة اللي هي 2 باي في الأر اللي هي 3 يساوي 6 باي، بينما الإزاحة، الإزاحة هتساوي 0 على طول. ليه؟ رجع لنفس نقطة البداية. نيجي بعد كده 6.25 دورة، 6.25 دورة نجيب دي ازاي؟ 1 2 3 وهكذا لحد ما عملت 6.25، يبقى هنا 6.75 دورة. نعملها ازاي؟ قلنا ان المسافة عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدد الدورات في محيط الدائرة، اللي هي في المسافة خلال الدورة الواحدة، لانك انت هنا في المسافة بتجمع الايه؟ تجمع طول المسار، وبالتالي الاس عبارة عن 6.25، وقصدي 7.5 في المحيط بتاعك اللي هو عبارة عن كام؟ المحيط اللي احنا جبناها خلاص كانت هنا في 6 باي، هيطلع معاك رقم كده بالمتر. طيب الإزاحة بتساوي ايه؟ مقدار الإزاحة، مقدار الإزاحة خلال 6 دورات، مقدار الإزاحة خلال 6 دورات بكام؟ بصفر. مقدار الإزاحة خلال أي عدد صحيح من الدورات هيديك إيه؟ هيديك صفر. ليه؟ أدي دورة، رجعت النقطة لنفس نقطة البداية، دورتين، 3، 4 إلى آخره، وبالتالي مقدار الإزاحة خلال 6 دورات بصفر، وبنا هنا عاوز مقدار الإزاحة خلال إيه بقى؟ خلال 75% دورة اللي هي نفسها ربع دورة، وبالتالي ده على طول هيبقى شبه ده أو شبه ده، اللي هو 3 جذر 2 وهنا 3 جذر 2. انت فاهم انا عملت ايه؟ فاكر القانون اللي احنا كنا بنقول عليه مقدار الازاحة الدي مقدار الازاحة خلال ربع دورة بيساوي مقدار الازاحة خلال ربع زائد ان على 2 دورة. لو انت بصيت كده هتلاقي ان ده عبارة عن كام؟ الان هنا عبارة عن 12 على 2 فيها 6، لا مش 12، دي 13.
ال ان هنا 13، 13 على 2 فيها 6 ونص زائد ربع، هيديك كام؟ هيديك 6.75 هي نفسها، وبالتالي مقدار الإزاحة هنا هو نفسه مقدار الإزاحة هنا. طيب عشان تعرف بقى تعمل ايه، احنا هنا بنقول مقدار الإزاحة خلال ربع دورة بيساوي مقدار الإزاحة خلال ربع زائد ان على الاتنين. اول حاجة هتعملها عشان تجيب الان ده، لو لقيته رقم صحيح يبقى مقدار الإزاحة خلال ربع دورة بيساوي مقدار الإزاحة في الحاجة اللي هو عاملها. هتعمل ايه؟ هتطرح ربع، لما تطرح ربع من ده هيديك 6.5، اضرب ال 6.5 دي في الاتنين هيديك 13، وبالتالي طلع معاك رقم صحيح، يبقى مقدار الإزاحة خلال الرقم ده بيساوي مقدار الإزاحة خلال ربع دورة. نيجي بعد كده 6.5، هتفهمها دلوقتي. 6.5 خلال 6.5 دورة، خلال 6 دورات الإزاحة بصفر، خلال نص دورة الإزاحة باتنين آر، وبالتالي هنا مقدار الإزاحة باتنين آر اللي هي 6 متر، ومقدار الإيه؟ المسافة تبقى كام؟ تبقى 6.5 في 2 باي آر اللي هي بكام بقى؟ خلال دورة كاملة، خلال 6 تبقى 6 باي في 6 باي، هيطلع معاك رقم معين بالمتر. انت فهمت انا عملت ايه؟ طبعا ده برضو لو رجعنا للقانون، احنا قلنا مقدار الازاحة خلال نص دورة بيساوي مقدار الازاحة خلال نص زائد 6 زائد ان. اطرح ده كده بين النص هيطلع معاك كام؟ اطرح قصدي نص من الرقم ده هيطلع معاك كام؟ هيطلع 6، وبالتالي الان هنا رقم صحيح، يبقى مقدار الايه؟ مقدار الازاحة هيبقى بيساوي مقدار الازاحة خلال نص. لو انت ما انتش فاهم خلاصة الموضوع عشان تفهم الفكرة، مقدار الازاحة خلال اي عدد صحيح من الدورات بيساوي صفر، وبالتالي مقدار الازاحة خلال 6.75 دورة هو نفسه مقدار الازاحة خلال 75 دورة، هو نفسه مقدار الازاحة خلال 25 دورة اللي هو ربع دورة. مقدار الازاحة خلال 6.5 دورة هو نفسه مقدار الازاحة خلال نص دورة. فهمت كده الفكرة؟ اتمنى انت تكون وصلت الفكرة. يعني احنا كده شرحنا الدرس وفهمنا الدرس وخدنا امثلة وكل حاجة، ان شاء الله في الفيديو الجاي هنحل الاسئلة بتاعت كتاب الدليل، فانت ركز في الاسئلة بتاعت كتاب الدليل، فيها مسائل كويسة على الحاجات دي، وبعد كده نكمل ان شاء الله في الشرح. اتمنى لكم التوفيق، اشوفكم على خير، والسلام عليكم.